مساء الخير لجميع متابعينا في المملكة العربية السعودية. نهار اليوم سادت أجواء حارة في عموم مناطق المملكة، تشكلت حالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي في أجزاء من شمال المملكة، عملت على هطول زخات متفرقة من الأمطار. التوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال هذه الليلة تسود أجواء صافية مع 31 درجة مئوية المحسوسة، 29 درجة مئوية الرطوبة منخفضة، أما الرياح تكون ما بين الخفيفة والمعتدلة السرعة. تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة يوم غد لباقي مناطق المملكة، نبدأ بالمنطقة الشمالية. أجواء حارة بشكل عام، رياح نشطة وأتربة مثارة في كل من سكاكا وعرعر. سكاكا تسجل 41 إلى 27 درجة مئوية، عرعر 42 إلى 26، وتبوك طقس حار 38 إلى 22 درجة مئوية. بالنسبة للمنطقة الغربية، المدينة المنورة 32 إلى 29 درجة مئوية، جدة طقس صافي 39 إلى 30 درجة مئوية، مكة المكرمة 45 إلى 30 درجة مئوية، أما الطائف تفرق لبعض الغيوم 35 إلى 23 درجة مئوية. بالنسبة للمنطقة الجنوبية الغربية، الباحة 18، أبها 31 إلى 19 درجة مئوية، أما جازان 36 إلى 31 درجة مئوية. المنطقة الشرقية، الدمام طقس صافي 42 إلى 29 درجة مئوية، حفر الباطن 45 إلى 31، والإحساء طقس حار 46 إلى 27 درجة مئوية. بالنسبة للمنطقة الوسطى، العاصمة الرياض 42 إلى 31، بريدة 43 إلى 29، وحائل أتربة مثارة 40 إلى 28 درجة مئوية. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.